مستمعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار اليوم صارت أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في عموم المناطق، كانت الأجواء مستقرة بشكل عام، لكن هذه الظروف الجوية يتوقع أن تتغير بشكل جذري اعتبارا من النصف الثاني من الأسبوع الحالي. سنتحدث في تفاصيل هذه التغيرات الجوية في خلال هذه النشرة، لكن لا بأس أن نستعرض المحاور الرئيسية التي سنتحدثها في هذه النشرة. ستكون حول الطقس المستقر بداية الأسبوع وطقس دافئ بسبب كتلة هوائية دافئة تسيطر في الجزيرة العربية، وأيضا جبهة هوائية باردة يوم الأربعاء هي التي تستعمل على التغير الجذري في الأحوال الجوية في عموم مناطق المملكة. صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لبعض كميات من الغيوم العالية والمتوسطة بدون فعالية في المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية، بينما ساد طقس مستقر وصافي في باقي المناطق. نتحدث عن الكتلة القطبية التي تتحرك تدريجيا خلال الأيام القادمة نحو الجزيرة العربية. يوم الثلاثاء تحديدا تستمر الكتلة الهوائية الدافئة بالسيطرة في عموم مناطق المملكة، درجات الحرارة تستمر أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام، لكن يوم الأربعاء تتقدم هذه الكتلة الهوائية القطبية تدريجيا من شمال المملكة، ثم تشمل أجزاء من منطقة البحر الأحمر، ثم لاحقا المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية، ثم الشرقية خلال عطلة نهاية الأسبوع. هذه الكتلة الهوائية الباردة تترافق أيضا مع جبهة أو تتقدمها جبهة هوائية باردة ستعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة، نستعرضها في خرائط توزيع الأمطار المتوقعة يومي الأربعاء والخميس. مع تقدم المنخفض الجوي الكتلة الهوائية القطبية الباردة من منطقة بلاد الشام نحو شمال المملكة، تنشأ أحوال جوية غير مستقرة في المنطقة الشمالية وأجزاء من البحر الأحمر. ستكون حالة عدم استقرار الجوي ضعيفة بشكل عام، تعمل على طوزخات متفرقة من المطر، تستمر فرصة الأمطار في منطقة حفر الباطن، منطقة القصيم وأجزاء من المنطقة الغربية والجنوبية الغربية خلال مساء يوم الأربعاء. هذه الجبهة الهوائية الباردة تتقدم تدريجيا باتجاه منطقة الرياض يوم الخميس بإذن الله، لتحصل أو لتتحسن فرص طوزخات الأمطار في العاصمة الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع استمرار أيضا فرص طوزخات الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية. نذهب الآن لهذه الخريطة لتوزيع أو لاستعراض المناطق التي ستتأثر بحالة عدم استقرار الجو بشكل عام. زخات الأمطار ستكون خفيفة الشدة متفرقة الطابع وأيضا عشوائية الطابع، لكن تتركز في المنطقة الشمالية والمنطقة الغربية والمنطقة الوسطى والشرقية نتيجة لعبور تلك الجبهة الهوائية الباردة من يوم الأربعاء وخلال يوم الخميس. أيضا أثناء عبور هذه الجبهة كما ذكرت تنشأ أحوال جوية غير مستقرة، تتكاثر الغيوم المتوسطة الارتفاع والتي بدورها تعمل على طول بعض زخات الأمطار المتفرقة. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس مستقر تتفرق بعض الغيوم، 16 درجة مئوية الملموسة، 15 رطوبة منخفضة، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. تفاصيل حال الجو المتوقعة للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة: يوم الثلاثاء طقس مستقر مشمس 29-17، يوم الأربعاء طقس مغبر 31-20 وانخفاض حاد وكبير على درجات الحرارة، يوم الخميس مع وصول الكتلة الهوائية الباردة أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات من الأمطار، 21 درجة مئوية حرارة عظمى، أما الصغرى 12 درجة مئوية فقط. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.